يا بابا، أنا عايزة أتفسح، زهقت قوي من الغابة دي، نفسي أروح مكان جديد، نفسي أروح رحلة، أروح مكان ما روحتوش قبل كده. عايز تروح فين يا سيمبا يعني؟ قصدك نروح نتفسح ونطلع رحلة كلنا؟ أيوة يا بابا، قصدي كده، نفسي نروح أنا وإنت وماما، نروح نتفسح، نروح مكان جديد ما شفناهوش قبل كده. خلاص يا سيمبا، إحنا بكرة إن شاء الله هفسحك فسحة جميلة، وهوديك عند الأهرامات التلاتة وعند أبو الهول. بجد يا بابا، ده انا نفسي اروح اشوفها قوي في الحقيقه، انا بسمع عنها بس عمري ما شفتها خالص. انا هروح انام بقى دلوقتي عشان اصحى بدري عشان الحق اروح الاهرامات من بدري. ايه ده بجد يا ابو سيمبا، هتودينا الاهرامات؟ الله، ده نفسي اشوفها قوي من زمان، عمري ما روحتها. ايوه طبعا يا ام سيمبا، انا بقى كنت محضر لك المفاجأة دي من زمان، وكنت مخطط للرحلة دي كمان. حضري بقى يلا لينا السندوتشات عشان ناخدهم معانا واحنا مسافرين. حاضر حاضر يا ابو سيمبا من عيني. يا ولاد يا ولاد اصحوا يلا، انتوا لسه نايمين، يلا عشان ما نتأخرش، عايزين نبقى هناك من بدري. ايوه يا ابو سيمبا، انا صاحيه من بدري اهو، وجهزت الحاجات كلها، الشنط جاهزه والسندوتشات كمان جاهزه، يلا بينا. يلا بينا. شكلها حلو قوي قوي يا بابا، دي كبيره قوي قوي. ده ايه ده؟ انا كنت بشوفها في الصور صغيره خالص، بس مين اللي عمل الاهرامات دي بقى يا بابا؟ الاهرامات دي ضخمه جدا جدا يا سيمبا، واللي بنى الاهرامات دي الفراعنه، كانوا بيقولوا عليهم زمان القدماء المصريين، والكلام ده من 7000 سنه، يعني من حضارات الحضارات يا سيمبا. يا بابا، 7000 سنة، عشان كده الأهرامات دي من عجائب الدنيا السبعة يا بابا. أيوة طبعا يا سيمبا، الأهرامات دي من عجائب الدنيا السبعة، والسياح هنا بيجوا يتفرجوا عليها كمان. طبعا يا سيمبا، السياح بيجوا من كل أنحاء العالم علشان يشوفوا الحضارة بتاعتنا، أبو الهول والأهرامات، وفي مصر حاجات حلوة كتير، وكمان السياح بتحب تتصور جنب الأهرامات والفراعنة، وما كانش عندهم التكنولوجيا اللي موجودة عندنا دلوقتي، رغم كده كانوا متقدمين جدا وعملوا حاجات وأسرار في التحنيط إحنا لحد دلوقتي مش قادرين نعرف الأسرار دي. بجد يا ماما؟ طيب أنا عايزة أتصور جنب الأهرامات يا ماما. تعالى صورك يلا يا سيمبا، اقف هنا. بابا الله، انا مبسوط قوي بالرحله دي يا بابا، بس انا نفسي اركب الجمل ويلف بيها شويه، ايه رايك يا بابا؟ ماشي يا سيمبا، اركب انت الجمل وروح لف بيه شويه، وانا هاخد امك نروح نشوف ابو الهول ونتجمع هنا تاني. حاضر يا بابا. عارفة يا أم سيمبا ليه سموا الأهرامات التلاتة خوفو وخفرع ومنقرع؟ ليه يا أبو سيمبا؟ مش عارف طبعا، يلا بينا. الله، الأهرامات دي طلعت حلوة قوي. الله، دي الأهرامات دي طلعت حلوة قوي، بس إيه الكهف اللي هناك ده؟ أنا هروح أشوف فيه إيه. بيحصل ده؟ الحقوني الحقوني الحقوني. مش كفاية كده بقى يا ابو سيمبا، احنا طولنا هنا قوي ونسينا نفسنا خالص. اه فعلا يا ام سيمبا، احنا طولنا قوي، يلا بينا نرجع تاني عشان الواد سيمبا. الله، صحيح الواد سيمبا تأخر ليه كده؟ مش عارفة يا ابو سيمبا، ده كان المفروض يجي هنا من بدري، الواد ده زمانه عمال يلعب وشكله كده نسي، يلا بينا نروح ندور عليه ليتوه هنا في المكان. طب تعالي يلا بسرعة وناخده عشان ناخده من هنا ونمشي.
الواد سيمبا فين؟ انا بقالي ساعة بدور عليه مش لاقيه، هيكون راح فين بس؟ هيكون راح فين بس؟ ده قال هركب الجمل الف بيه شوية وهستناكوا هنا. يا لهوي انا خايفة عليه قوي، انا ما كنتش عايزاه يمشي لوحده، الناس هنا كتير ومحدش يعرف حد، انا خايفة لا يكون حصل له حاجة ولا اتخطف ولا حاجة يا ابو سيمبا. ما تقلقيش يا ام سيمبا، اكيد خير ان شاء الله، هتلاقيه بيلعب هنا ولا هنا وزمانه جاي على طول. انا قلقانه قوي يا ابو سيمبا. طب ايه الكهف اللي هناك ده؟ ما تروح تشوف فيه كده يا ابو سيمبا، يمكن يكون بيلعب هناك ولا حاجه. حاضر يا ام سيمبا، انا مش عارف انت قلقانه ليه، بس هروح ادور عليه، خليكي هنا وانا هاجي على طول. ايه الكهف ده؟ الكهف ده شكله غريب قوي، اما اخش اشوف كده. الحقوني الحقوني الحقني يا ام سيمبا. ايه يا لهوي يا لهوي، هو في ايه؟ ايه اللي حصل يا ابو سيمبا؟ ابو سيمبا راح فين بس؟ والكهف ده فيه ايه بالظبط؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ الحقوني، حد يلحقني. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. يلا يا أصدقائي اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من حواديت ديما ودوما، وما تنسوش تعملوا لنا لايك على صفحتنا على الفيسبوك حواديت ديما ودوما، ولو حابين تشوفوا باقي الحواديت هتلاقوها في صندوق الوصف، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وانتظرونا في حدوتة جديدة.